بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على موضوع بيحصل مع ناس ياما، ان انت بتبقى البطاريه سليمه ومع ذلك بتلاقيها تاني يوم الصبح البطاريه قطعت نامت، توديها الكهربائي قيسها سليمه، الشحن سليم، المشكله ان عندك تسريب، يعني في قفله ضعيفه قوي، سلكين يعني شبه ملمسين، لان لو ملمسين هيعمل فيوز بيقطع كاب فبيفصل الكهرباء. المشكله ان في تسريب كهرباء بيبقى موجود بيفضي الشحنه بتاعت البطاريه، خلال 10 ساعات 12 ساعه تلاقي البطاريه فضت. طب نعرف ازاي ان في تسريب ولا في مشكله تانية؟ في منتهى البساطه، انا كنت عامل حلقه قبل كده مفصله بالقياس باستعمال الافوميتر. احنا عامل فيديو عملي، بس نشوف بس تخطيط هنا بيتقاس ازاي كده، نفكر بعضينا ازاي بيتقاس بالافوميتر. دي البطاريه، دي علبه الفيوزات، ده الشاسيه اللي هو البارد او السالب، ده الموجب. الموجب بيطلع على علبه الفيوزات، بتطلع منها اسلاك لكل مكان، الكشافات، الراديو، الازاز، اي حاجه. بيتقاس ازاي التسريب بالافوميتر؟ اي حاجه من الاثنين دول، بنفك مثلا الكابل السالب ده كده، ونجيب ده على الامبير ونقيس اي قطب، مش مشكله اي واحد فيهم. طبعا كل لازم عشان القياس يبقى صح، يبقى الكهرباء قافله، كل الاضاءات مقفوله، مفيش حاجه شغاله نهائي. ونحط قطب كده وقطب كده، قطب على الشاسيه وقطب على الطرف السالب للبطاريه. هيطلع لي قرايب، المفروض بتبقى زيرو، المثاليه تبقى صفر، مفيش كهرباء نهائي. لو عطتني 1 من 100، 2 من 100، مسموح بيبقى فيه ساعه، في جهاز انذار، حاجات زي كده، ما مش هتفضي البطاريه خلال يوم او اتنين. المشكله في اعلى من كده، لقيتها 3 من 10 بقى، 4 من 10، حاجات زي كده، يبقى البطاريه بتفضى بقوه. الجهاز التاني اللي انا جايبه معايا مشكله في الطريقه ديت، ان هنا الاعمال الحديثه لما انا بقطع بفك كابل من دول، اللي بيحصل ان في برمجه بتضيع في العربيه، ممكن برمجه ازاز، ممكن بوابه اللي هي سوفت البادي، اي حاجه زي كده ممكن بتبوظ لما الكهرباء تتقطع بالشكل ده. فانا الفيديو بتاعي هنستعمل الكلام ديميتر ده قصته، اللي انا زي ما انا كده بنفس التوصيلات مش هفك حاجه، هنحط ده في السلك نفسه، السلك بتاع البطاريه. هنشوف دلوقتي عامل ازاي، بيتحط كده، ده السلك، بنعمل كده يطلع لي قيمة الأمبير اللي ماشية في السلك قد إيه، المفروض بقى تطلع زيرو، نفس الهرات بتاعت الأفوميتر، بس الفكرة إن هو ما بيقطعش الدائرة الكهربية عن السيارة. نشوف مع بعض بقى الفيديو. إحنا دلوقتي إن شاء الله هنجرب كلام بميتر ده في قياس تسريب الكهرباء في العربية. طبعًا زي ما إحنا قلنا، عشان تتقاس حاجة زي كده، كل أي حاجة كهربائية مطفية، لومد، راديو، اي حاجه، كله مقفول، كله اوف. وهنيجي بقى هنا هنفتح اللامب ميتر ده، هنجيبه على اللي هو ال 40 امبير، ونجيبه على الدي سي. طبعا هو اصفار دلوقتي. هنيجي بقى هنا، احنا كنا عملنا حلقه قبل كده على ازاي يتقاس بالافوميتر العادي، بس لازم طبعا كنا هنفك الكابلات. الكلام بميتر اي كابل مجرد هيتفتح كده ونحط بعد كده الكابل كده، طلع لي 5 او 3 من 10 او من 100 كده، ده كده مظبوط كده، البطاريه دي التوصيلات سليمه، التوصيلات بتاعت العربيه سليمه، مفيش اي تسريب لها. لو احنا لقينا هنا، طبعا هي متشقلبه، يعني لو لقينا ده هنا مثلا 1 او 2، يبقى كده في تسريب في الكهرباء بتاعت العربيه، يبقى لازم نتاكد. وكنا عملنا حلقه ازاي نجد التسريب ده موجود. طبعا لو احنا عملنا الكابل ده
ده الارضي. لو عملنا اللي هو الموجب هيبقى نفس الكلام، نفس القياس هو هو. فدي ميزه الكلام بميتر، ان انت ما بتفكش اي كابلات، بتقيس والكابلات متركبه في مكانها. طبعا طريقه القياس مبدئيا افكركم بيها، لقيت في تسريب هنا يبقى انا هفك علبه الفيوزات دي، علبه الفيوزات، وهبدا واحده واحده افك فيوز فيوز. لما الاقي القرايه نزلت، طبعا اصل العربيه دي سليمه، فهي هنا عامله اساسا 2 من 100، فلو كانت مثلا عملت 2 من 10، شلت الفيوز ده لقيت الامبير نزل لصفر او 1 من 100، يبقى الدايره بتاعه الفيوز ده مثلا هي اللي فيها المشكله. طبعا كل فيوز مكتوب عليه ده استعماله بتاع ايه، كل فيوز مكتوب عليه ده خاص مثلا بالصالون، بالكشافات، بالترمبه البنزين، الحاجات دي كلها. دي بس ايه، نفكركم على الموضوع ده، ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.